معناه عملنا حتى تغطية لحملات أمنية وشفنا مظاهر خايبة على الأخر سواء كان في الترينوات ولا في المتروات، فما صغيرات قصر يعني أقل حتى من 18 سنة يبدأوا يحلوا في البيبان طالعين فوق المتروات، فما حتى شكون هاز الخمر معاه في وسط التران. شنو رأيك في المشاهد هذه؟ مشاهد يعني شنو معناتها شنو رأيي فيهم يعني؟ شنو رأيك في اللي صار ذي؟ معناه معقول إنه قاصر يبدأ يتحل الباب؟ مش معقول، وهو ما عنده حتى ذنب يعني طفل قاصر يعني 18 سنة ولا 16 سنة ما يعرف حتى شيء يعني، فهمت؟ يعني بشوفه هو يعني جوست باش يلعب يعني وكهو يعني يلعب ينجم يتحمل يلعب يطلع يعني صغير، هم يعرف حتى شيء يعني والديه وين؟ هم يعرفوش عليه اللي هو وين يعني؟ مش تبعوه يعني، هو جن قل كما قلت لك يعني انا بدي يعني صغير اي واحد يعني كيكه وتحومه ربشي يلقى روحه مسيب دخل ولد حومه يطلع فوق الترا حومه يعني مش جن قل لك ولد حومه شعبيه باش تلقاه ديما يمشي للشارع يمشي يعني يهبط باش يمشي يبحر يلموا بعضهم صغار يعني يمشي ويبحروا فهمت باش يطلع لاخر باش يولي مثلا صاحبه يحب يعانده باش فهمتني ولا يعني برسمي يمشي بحر يطلع في الترا ويقعد في كرسي يمشي يمشي انا مثلا صغيره كيكه مشينا للبحر وحلينا الباب مو سبب في السيف يعني كي مشينا للبحر لمينا بعضنا ومشينا للبحر باش نحب نطلع فوق الترا باش نحل الباب. حسيت ماكش مستغرب خاطر انت عملته يظهر اي عادية حاجة عادية على خاطر هي مسؤولية الدولة ساعة الشباب ضاع ما عند ما ثمش وسائل ترفيه الترا اللي تحكي عليه هذاك عنده توا 40 سنة فهمتني ما فيش حتى مكيف معناتها ساعة ساعة تلقى انت صغار شادين حالين الباب تاع الترا وانت تبدا تلوم في نفس الوقت في نفس الوقت ماذا بيك اللي هو يضربك من كثر السخانه والعرق هاو مجربها انا نمشي نبحر فيه واحد نشوف حاجات هكا نشوف برشا برشا حاجات كما قلت انت الخمر موجود الكلوشارات النطره بركاجات كل شيء موجود كل شيء موجود والاولياء الام تخدم والبو يخدم ما عادش عندهم كان مثلا قبل البو هو رب العائلة هو كل شيء يقوم كل شيء تو الأم ولد خرجت تخدم فهمتني كي الأم خرجت تخدم شعر ضاعت الصغار ما عاد ثم لهوة برا هز القارد برا هكو يقرأ في الكوليج ولاد داخلة في حيط مسؤولين ماهمش لهيت البيبان ما ينجموا يسكروهم ما يسكروهمش اون بليس لي فونتيلاتور يسكروهم اكسبري العباد تتفاهم بالسخانة ما فماش كونترول كي ترى صغيراتك ياك يحلوا في الباب تدخل انت مسيو تقول له ليه بالطبيعة رايح الباب نقول له نجبد ما خليش سكروا الباب ارواحي ارواح مشات ارواحي ارواح فما اختار على حياته وش شيء لوالديه برشا حاجات هاني قلت لك وتسمع كاين شكون باش تشكي سامحني ما عندك لشكون ما عندك لشكون اللي باش تشكي له يقول لك قضاء وقدر على غالب قضاء وقدر الشوفور ما يا اخي ما يراه ما يقولوا اهبط هما ديجا يقولوا اهبط ولا ما تطلعش ولا ابعد من الباب ما يسمعوش الكلام ساعات الباب يقعد محلول يبدا شوفور سكر الباب سكر الباب يقعد الباب محل يتكلم بعد يسكت شو عنده باش يعمل خلي الباب محلول يقول لك دبر روسك شنو باش نعمل اختار عليه وعلى الناس اللي معاه نورمالمون نورمالمون هكاك بصراحه معناتها هي بس النقل ماشي معناتها ماشي هي ماشي هي مش موفره برشا وحتى الصغار هذوما مش متربي معناتها المشكله هذيك على الوالدين هما اللي مسيبينهم معناتها صغير يطلع فوق الترا شنو هو مصيره ليش مين يموت معناتها اقل حاجه معناتها ينجم حتى ما قلنا احنا حتى اليوم صارتوش الحادثه اليوم تصيروا غدوه تصيروا بعد غدوه معناها لازم في البيبان البيبان كيف هذا كيف هذا كل معناها ما فماش مسؤوليه لما ترى معناها لي كونترولور لي كونترولور كان هكا جاو يقي ما يخليوش الحاجات هذه تصير مسيبين معناتها ومعناتها العائق معناتها من كل شيء من الوالدين ومن من حتى معناتها اللي هي بالترا معناتها الوسائل معناتها حتى مش رقابه ما فماش كنترول ما فماش مسيبين بالنسبه اليوم مش موجود فهمتني بالنسبه للمده اللي فاتت كي جيت وقعد كل شيء فما شفت حاجات فما حتى شرب فيه شاربين واحد كل شيء مشاكل ينزلوا في الخمر معاهم في وسط الترا لا مش في وسط الترا شاربين وطالعين في الترا اول حاجه مسؤوليه الاب مسؤوليه الاب ولما وقت اللي ولادي يتيح يموت يا ولدي يا مسكين نقول اللي الوسائل النقل العموميه ما فيهاش حتى امن وهي اصلا بطبيعتها ناقصه برشا فهمتني معناها تو انت كي تشوف المتروات والكيران ديما اوردوتار ديما عندنا مشاكل فهمتني ديجا انا مثلا نحكي معك في منطقتي عندنا مشكله تو
في المترو قدمنا عريضه اللي المترو يعمل في ساعتين وثلاثه سوايع روتار، وبخلاف هذا مش امن جمله واحده. حلت المشكله بالطبيعه؟ ليه ما سمعنا حد وما فما حتى نتيجه لحد ليه؟ ما فماش ردود افعال، ما فما حتى شيء، فهمتني؟ معناها عندها الحكايه، عندها الحكايه توا اشهر، معناها هي 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 بشوي بشوي ماشيه وتزيد، اما الدنيا رمو معناها ثلاثه اربعه سوايع ما فماش مترو، تلقاش كيفاش تمشي تخدم. اما هو قاصر كي يطلع فوق طران، مش اون برانسيب اختار على حياته؟ يعرف هو تو يخاف في مخه، هو باش يعرف اختار ولا مش اختار، يعرف اللي نجمته مامو، يعرف هو تو يحس في روحه رمبو في الحاله هذيك، هو يحس في روحه بطل، يعمل في حاجه كبيره، كانوا يعمل في استعارات، حب يظهر روحه، يحب كما شد سيجاره هذه ظهرت ثاني كبرت، كما يعمل حاجه هذيك باش يظهر روحه اللي انا راني راجل راني بطل. دونك هو مش مسؤول على نفسه معناها؟ مش مسؤول، لا واعي، ما صغير ما تنجمش تلومه، هذاك مخه اعطاه هكاك. من علاش كنت تلوم؟ لوم على الوالدين زاد، كيفاش يسيبوا يمشي البحر وحده خمسة سنين، كيفاش يمشي ولاد صغير وبو وين والام ويني؟ صغير ما يعرف حتى شيء، باش يلقى روحه يعني يحب يلعب وكهو باش يطلع فوق الترا يعني باش يلعب. فما صغار يطلع يقعد بحذا والديه وحذا امه وابوه وراي يمشي يبحر ويروح لابس عليه. شنو باش نقول لك يعني مش يعني مش نجمش نقول لك مش متربي، اما والديه مش يتبعوا فيه يعني وكهو، فهمت؟ دونك مسؤوليتي شكون اللي صاير؟ والدي والدي يعني فما باش نقول لك حاجه، فما والدين ما يسيبش ولده يمشي للبحر عمره 18 سنه ولا 16 سنه، فهمت؟ تلقى مثلا فما والدين هما يهزوا ولادهم للبحر خاطر موفر له مثلا كرهبه باش يهز ولده للبحر، فما والدين ما نجموش عندهمش كرهبه باش يهز ولاده للبحر، باش يلموا بعضهم ولاد حومه باش يمشيو للبحر باش يمشيو في الترا، فهمتني؟ اما شكون يوعيه يقولوا ليه تقعد؟ كل عام ولا كل عام تسمع بشكون مثلا طاح من الترا، وقتاش تسمع به؟ في الصيف، ما تصيرش حكايه هذه في الشتاء. علاش تصير في السيف؟ خاطر مش يمشي للبحر. القصر اللي قلت لك يطلع فوق الترينوات، مسؤولية شكون هذوك؟ والله كي تجي تشوف هما مسؤولية أولا العائلة نتاعهم، وثانيا الحقيقة معناها مسؤولية الناس الكل. هما ولاد صغار مسؤولية الناس الكل، معناها اللي باش يكون على عين المكان يلزموا يأطرهم، يلزموا يحكي معاهم، مسؤولية الناس الكل، أما الناس الاولانيين هما العائلة نتاعهم ومن بعد المدرسة ثم الناس الكل، مسؤوليتنا الكل. يطلع على متران الفوق اون برانسيب ولا يخلي بيبان محلولة وتران يجري، مش فما اختار على حياته؟ فما برشا اختار بالطبيعة، فما برشا اختار، ما فاني قلت لك مسؤولية الناس الكل، كلنا نتحملوا المسؤولية ذي. يعني في وقت اللي حكينا حتى مع الشوفرة وحكينا حتى مع المواطنين غادي يقول لك هذه حاجات يومية، هل أنا اللي اختر ولينا معناها نتعاملوا معها حاجة عادية؟ صحيت هي المشكلة هذيك، كي حاجة تتكرر معناها برشا 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 تولي حاجة عادية، كيما نحن نرجع لك قلت لك ما فماش مترو ولا فما حالة عادية فماش مترو، هذوما وقتاش نحن نفيق وقت اللي يموت واحد لا قدر الله نقولوا كيفاش نحزنوا عليه بريود جمعة جمعتين وبعد نرجعوا للبيلوت كل عاد اللي هي لازم نورمالمون نوقفوا السلوكات هذه كلها. كيما انا مرة ما مروحة ماخذة المترو كنت زادة في هكا في المرسى، الدنيا المترو مليان والدنيا سخانة كيما تعرف كلايامات كيفاش سخان والكل، وحلوا الباب حل الباب، قال شوفوا كيفاش نحل الباب، اختار عليا وعليكم، وكي واحد لا قدر تسيلو حاجه على ذمه شكون هذيك، فهمت؟ شويه من العبيد وشويه من وينهم الوالدين في هذوم الكل مدى؟ الوالدين زاد شو نقول لك، استهتار من الوالدين لا محاله، بعد ولدها تسيلو حاجه تقول كيفاش وعلاش وتولي تحاسب واحد، زاد الوالدين زاد ثم والدين مستهترين، وتوا صغار توا ما يسمعوش الكلام، من 12 سنين للفوق باش يسمع كلام امك تقولوا ما تخرجش ولا ما تمشيش ولا ما تطلعش في المترو وتخلي، ما يسمعوش الكلام. الام ولا البو ولا العائله بصفه عامه دورها انها تربي ولدها، دورها انها تعرف ولدها وين وين وفيش قاعد يعمل. نورمالمون هكاك، نورمالمون هكاك، فما والدين والله تعس حتى في الكوليج مش حتى يمشيوا معاهم وكل شيء، وشيء اللي صغار تبع بعضها راه صحيح من الوالدين، اما زاد صغار تبع بعضها قديش من الوالدين سيرتو تبدا الام والبو يخدموا. الوالدين هو صحيح مقصرين، اما زاد تو في وقتنا تو تلقاهم الوالدين البو والام يخدموا من الليل للنهار، ماهمش خالتين مساك، دوك ما يتحملوا جزء من المسؤوليه، عندهم تجربه تحمل المسؤوليه كبيره.
حتى الزوز يخدموا وان شاء الله يخلطوا معني على الوضع هذا ان شاء الله يخلطوا فهمتني. دونك المسؤوليه تحملوها الناس الكل. فما امكانيه للتصدي للانفلات هذايا؟ ان شاء الله ان شاء الله. اني قلت لك اللهم نعملوا امن نتاع وسائل النقل ان شاء الله. شنو الحلول حسب رايك انت باش ما عادش نشوفوا حاجه هكيك؟ والله هي تبكي على التربيه كل حد كيش تربى. فوالا المسؤوليه الاولى انا هي الوالدين. الوالدين هم المسؤولين الاولى انا. فما والدين معناه ما يعرفش على صغيره وين ومع شكون سيبيزون يقول له اني ماشي بحدا صاحبي وبيا يكذب على والديه ماشي البحر ماشي بقاق البعض كي تحك ركايب وتوصل مواصلها تلقى ولدها ميت تلقى ولدها لطف في السبيطار. لكن هذا فيه خطر على روحه وعلى الناس اللي معاه. شنو بالطبيعه اكيد فيه خطر. تنجم توفر مثلا كيما كنترولير مثلا تنجم توفر مثلا واحد في التران امن في التران باش ما يخليش مثلا المواطنين تتشعبط ولا تحل حاجه. تنجم تسير ولا ما تسيرش؟ هي تنجم تسير ولا ما تسير تجي ولا ما تجيش هي تنجم تعملها مثلا فازا كيما هكا. معناتها اول حاجه لازم هذاك الكنترول موجود. الكنترول موجود كثر هذاك اول حاجه الكنترول تأمين 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 معناتها الجزاويز وزارة النقل توفر توفر توفر, توفر تأمين كيما هما معناها يشدوا الكنترول في التسيكة يحبوا الدرجة الأولى يعملوا الكنترول في كل في كل في كل في كل في كل نقول نحن في كل تران لازم تلقى كنترولور. أنت كي تطلع في التران تشوف مشاهد من الأول مشاهد يسكتوا ساعات ساعات ما يكلموش. شو معناها؟ ساعات معناتها حتى السائق بيد ولا حتى الخلاص كي يطلع حتى باش يعمل كنترول ما يكلموش. معناتها فماش رقم ما يهموش برفوع. معناتها حتى في الليل هكا يقعد يعمل كنترول في كل في كل في كل هذاك في كل في كل تران تلقى كنترول معين بالشيء هذا ما يخليهمش. فما حتى شباب يوصلوا يهزوا الخمر في السكان ولا المره ينبه عليه المره الاولى يعملوا خطيه المره الاولى المره الثانيه ويبدا حتى مع البوليسيه يبدا حتى الشرطه يبدا مره حتى يخاف حتى المره الاولى الثانيه تنبيه اللي هو خطيه اثنين قدام العباد يخاف.